تتطلع إسبانيا لطلب مساعدة من البنك الأوروبي، لكن إلى الساعة فكرة طلب مساعدات شاملة غير مطروحة بعد. هذا ما حدده رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مقابلة مع إحدى الصحف الفنلندية الصادرة اليوم. يبقى أن الوضع في إسبانيا ما زال بعيداً عن التحسن، إذ أن المصاريف التي تمت في الفترة الأخيرة كبيرة جداً ويصعب على المصارف تعويضها. فالعجز العام ما زال قائماً، وحسب بعض المحللين يمكن أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 8%.